خلاص انسى تقول ان الاكل استوى بارد، عندك الجهاز هذا سي فود، سمك، لحم، دياي بالبخار تحرر وتقدر بعد تطبخ. يا حمد اسهل طريقه اقدر اطبخ فيها واحر اكلي بالبخار، يعني اكلي يكون صحي ويوفر علي وقت ومجهود. اللي عليك تحط اكلك وتختار الوقت المعين يا سلام. شو البخار شكلك يطلع يا سلام. والحلو أن ثلاث طوابق يا محمد، تقدر تحط أكثر عن شيء، والاستخدام جدا سهل، تتحكم في المنيو وتضغط ستارت، وتقدر مثلا شوف تخليه وورم، تخليه بحرارة معينة لفترة مثلا. أغلب أكلنا بالزيوت، أكلتهم كلها زيوت، واللي فيه كسترول ومتأثر فيها خلاص بالبخار حبيبي يقلل وخلص أمورك. وفي نقطة مهم محمد وايد مهمة، أن شو يعني مثلا حد جاي متأخر ولا شيء دائما الأكل يبرد، لا خلاص عندك القطعة هذه، حط الأكل ما يوصل ويشوف الأكل حار 100%. استمتع مع الستور، هذه الشركة تابعة لشركة شاومي، عيش يا كابتن.